أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم أولى أيام الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، يدور لقاء اليوم حول موضوع أدب الصحبة، ويحدثنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة السابق، وفضيلة العالم الجليل أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وقادة ومفكري وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ أحمد محمد أحمد قاعود مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة. كل الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه على حسن التنظيم وحسن الاستقبال. تحية وتقدير إلى فضيلة الدكتور الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، إلى فضيلة الشيخ العالم الجليل أحمد مكي إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. أيها الأحبة، امتلأ مسجد مولانا الإمام الحسين برواده الذين جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، إلى كلمات العلم، إلى الدعاء، إلى الابتهال. أيها الأحبة، ونبدأ أولى كلمات العلم مع فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة السابق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الخلق الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، سعيد بوجودي على هذه المنصة بجوار هؤلاء العلماء الأجلاء فضيلة الدكتور خالد وكيل وزارة الأوقاف،
والأخ العزيز الكريم الدكتور أحمد القاضي وعلماء وزارة الأوقاف والسادة رواد مسجد مولانا الحسين رضي الله عنه. الصحبة أو آداب الصحبة. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، بمعنى أنه لا يصح أن يعيش وحده، لا بد أن يعيش مع ناس يتعامل معهم ويتواصل. وأول من يتواصل معهم الأسرة، ثم الأقارب، ثم الجيران، ثم الزملاء في العمل إلى آخره. هؤلاء الذين يتعامل معهم من هذه الطوائف، تعامله معهم أو وجوده في حياتهم أمر مفروض عليه. يعني أنت لما بتختارش أسرتك، ولا بتختار جارك، ولا بتختار أقربك، لكن لابد للإنسان من أصحاب وأصدقاء وأخوة يتواصل معهم، يأنس بهم، يسعد بمجالستهم. وهذه الصحبة هي ليست مفروضة عليك، يعني مش مفروض عليك صاحب معين ولا صديق معين، وإنما أنت تختار، لك حق الاختيار أن تصاحب فلان أو لا تصاحبه، أن تصادق فلان أو لا تصادقه. فهذا اختيار منك للصديق. ولهذا فإن للصداقة قواعد وآداب شرعية وضعها الإسلام، تدخل فيها الإسلام وحدد لك ضوابط وقواعد شرعية عليك أن تلتزم بها وأنت تختار صديقا لك، لأن الصديق، هذا الصديق الذي ستختاره، سيطلع على كثير من أمور حياتك، ستقول له عن أسرارك، ستستجير في أمر من أمورك، يعني سيمثل ركن أساسي في هذه الحياة. ولذلك نجد أن الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يعرفنا ويعلمنا الصديق أو الصاحب الذي يجب أو يصح أن نصادقه أو أن نصاحبه. فهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبوا إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. معناه إيه؟ إنك أنت يجب أن تتجنب مصاحبة غير المؤمن، أن تتجنب مصاحبة الأشرار، أن تتجنب مصاحبة أهل المعاصي والذنوب، ما يكونش ده صاحبك. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن هذه الصحبة وهذه الخلة، فيقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، الإنسان على دين خليله. يعني المراد بالدين هنا إيه؟ على منهجه، على طريقته. المرء على دين خليله، على دين صديقه،
يعني إن كان صالحا فأنت على منهج الصلاح، وإن كان غير ذلك فأنت كذلك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. وإنت جاي تخالي وتصاحب وتصادق، انظر في هذا الصديق هل تتوفر فيه الشروط الشرعية؟ هل هو أهل إيمان؟ هل هو أهل تقوى؟ هل هو أهل عفة؟ فلينظر أحدكم من يخالي. والإمام الأوزعي رضي الله عنه يقول: الصديق لصديقه أو الصاحب لصاحبه كالرقعة في الثوب. الصديق أو الصاحب مع صاحبه كالرقعة في الثوب، إن لم تكن منه من هذا الثوب من نفس القماشة ومن نفس الشكل، إن لم تكن منه شانته. صديقك ده، صاحبك ده، إذا ما كانش في صفاته وخلاله وطباعه وأخلاقه وقيمه منك، فهو كأخلاقك وكقيمك فهو يسيء إليك ويشينك. وإذا أردت أن تعرف فلان يقولون هذا، إذا أردت أن تعرف فلان فاسأل عن صديقه، انظر من صديقه. لقيت صديقه رجل محترم صاحب دين وصاحب أخلاق، فأعرف إن هو على نفس النظام. ليه؟ لأن هناك أيضا حكمة بتقول إن خلائق السفهاء تعدي. لو أنت صاحبت وصادقت سفيه أخلاقه ستنتقل إليك، أردت أو لم ترد. إن خلائق السفهاء تعدي كما يعدي البعير الأجرب. ما تقدرش تتحكم في معاك مهما، طالما عشت معاه لقيته إن كان بيتكلم كويس وأسلوبه كويس وأسلوبه عفيف وعلاقته كويسة وتصرفاته كويسة، أنت هتاخد منه وتقتدي به، وألفاظه سوف تسري على لسانك. ولكن لو صاحبت سفيه وعايشت السفهاء هتلاقي ألفاظهم تسري على لسانك وأخلاقهم تسري وتجد نفسك ذاهب إلى كل تصرفاته وكل أخلاقه أنت ماشي فيه. ولذلك يقولون الصاحب ساحب، صاحبك بيسحبك للسكة اللي هو ماشي فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثلا في حديث الصحيح مثل رائع في البلاغة وفي الأدب وفي التوضيح، ويشبه لنا حال الصاحب الصالح وحال الصالح صاحب السوء سيء. فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس، الجليس المراد به هنا الذي يجالسك، ومين اللي هيجلسك كتير؟ هو صاحبك. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. جليسك صاحبك الصالح كحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحزيك يديك مسك يديلك على إيدك كده وتاخد منه، وإما أن تبتع منه، إذا ما ادالكش هتشتري منه مسك، وإذا ما اشتريتش على الأقل يا شيخ هتشم منه ريحة طيبة، هتشم منه ريحة طيبة.
طيب والجليس السوء كنافخ الكير، عارفين الكير اللي هو الحداد اللي بيشغل ينفخ على النار عشان الحديد بتاعه يطوعه زي ما عاوز، كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك يطلع نار وطلع ذنوب طلع معاصي تحرق ثيابك تؤذيك في سمعتك تؤذيك في علاقتك بالناس، اما ان يحرق ثيابك او تشتم منه رائحه كريهه. صلى الله عليه وسلم يؤكد على معنى وقيمه الصاحب. والنموذج والقدوه في الصحبه اللي احنا نضعها، الصحبه اللي احنا نضعها قدامنا كده ونقتدي بها، هي صحبه ابي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحبه التي من جلالها وعظمتها ومكانتها نص عليها القران الكريم: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لمن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ومن هذه الآية وهذه العلاقة وهذه الصحبة المثالية نأخذ كثير من الأذى. إن أنت صعبك لما يبقى فيه هم وغم وكرب وشدة إنك تطمنه ويطمنك. فالرسول بيقول في القرآن إذ يقول لصاحبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر مطمئنا له لما خشي أن الكفار قد يصلون إليه يطمئنه: وأنت يجب عليك أن تكون كذلك مع صاحبك، لا تحزن إن الله معنا. ولو تأملنا مثلا تعامل رسول الله أبو بكر مع رسول الله في رحلة الهجرة، ماذا كان يصنع مع رسول الله؟ كان يأتي مرة أمامه، مرة من خلفه، مرة عن يمينه، مرة عن يساره. لماذا؟ لأنه يخشى أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمة غدر من أي واحد فيفتديه بنفسه. وهكذا يجب أن يكون الإنسان مع صديقه يدافع عنه ويدفع عنه الضرر والأذى. الرسول لما دخل إلى الغار في فتحات سدت الفتحات وبقي فتحة واحدة لم يجدوا لها شيئا يغلقونها به، فماذا يفعل أبو بكر رضي الله عنه؟ وضع قدمه في فوهة الفتحة حتى لا يخرج منها شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا تعبان حي نضغت سيدنا أبو بكر وهو وضع رجله في الباب، أخذ يبكي ولا يريد أن يظهر بكاءه حتى لا يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نماذج، هذا هو النموذج، وهذه هي القدوة في الصحبة. إنك أنت تكون مع صعبك في السراء والضراء، تشاركه في السراء والضراء، أن تستجيب لدعوته، أن تكتم عليه سره، حتى لو طلب منك إنك أنت تفشي له سر، الشرع يبيح لك كما قال الإمام الغزالي إنك تقول تكذب فيما تقول حتى لا تؤذيه. زي أنت لو حد طلب منك أن تبيح له بسرك فأنت من حقك إنك أنت تموه وتغطى عليه على سرك بالكذب. هذا في هذا الميدان، في هذا الميدان بالذات او في هذه الحاله بالذات، انك انت تتعامل معه كما تتعامل مع نفسك. لقيته مديون ما تنتظرش لما يقول لك تروح، لقيته مكروب ما تنتظرش لما يقول لك تروح،
لقيته حزين تذهب إليه تواسيه. هذه هي من أداب الصحبة، إذا لقيته داخل على موضوع خطأ قل له أنت كده ماشي في الخطأ، لأنهم يقولون أن صديقك من أصدقك، مش اللي يقولك ده أنت كلك صح، وإنما اللي يقولك أنت صح في دي وخطأ في دي. الصحبة أيها الأحبة في الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنى رائع وجميل، ولا يستطيع الإنسان أن يتخلى عن الصحبة، والإنسان السوي الطبيعي لابد أن يكون له أصحاب، لا يعيش لوحده، إنما لابد أن يكون له أصحاب، ولكن يجب عليك أن تمتكي وتختار الصاحب والصديق بضوابط الشرع، فالمرء كما قال صلى الله عليه وسلم على دين خليله على دين صديقه، فلينظر أحدكم من يخالل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة السابق على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي تحدث فيها حول موضوع أدب الصحبة، وهو عنوان اللقاء في أول أيام الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر، وحفظ الله جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة، فما زلنا نحتفل بانتصارات أكتوبر، هذا النصر الذي من الله به على بلادنا الحبيبة مصر، وسطرت قواتنا المسلحة ملحمة عسكرية يتغنى بها العالم إلى الآن، وتدرس في الجامعات العسكرية على مستوى العالم بأكمله، تحية إجلال وتعظيم إلى قواتنا المسلحة الباسلة وإلى جيشنا الباسل، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه، وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد العالمين. فدعوة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هي دعوة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحبة، الآن نستمع إلى كلمة العلم حول هذا الموضوع، وحقيقة حسنا دوما تفعل وزارة الأوقاف عندما تتخير الموضوعات الهامة التي يهتم بها المجتمع، وتأخذ بأيدي المجتمع نحو الأمن والأمان والسلام، ونحو التماسك والوئام. هذا الموضوع هو أدب الصحبة، ويحدثنا فيه الآن فضيلة العالم الجليل أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة.
وكيل وزارة الأوقاف فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فالشكر موصول لراعي هذا الحراك العلمي الثقافي في ربوع جمهورية مصر العربية، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. والشكر موصول لزميلي وصديقي المنصة سعادة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية السابق، وسعادة الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم. والشكر موصول لحضراتكم على جلوسكم وعلى حسن استماعكم، سائلا الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا ولا في مصرنا شقيا ولا محروما. مشاهدينا الكرام، مستمعي الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن محاسن الأخلاق ومعاليها أن يختار الإنسان صاحبه الذي يأخذ بيديه إلى الجنة، إلى محبة الله، الذي يعينه على طاعة الله وعلى الإكثار من ذكر الله عز وجل. لذلك قالوا: إن الصحبة الطيبة رزق من الله. فسل الله عز وجل أن يرزقك الصحبة الطيبة التي تكون أثراً في بناء الشخصية السوية النافعة لنفسها ولدينها ولوطنها. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار سيدنا أبا بكر صديقا له. وهكذا تعلم سيدنا أبو بكر الصديق الصفات الطيبة، تعلم الصفات الطيبة وتعلم الخلال النبيلة من مجالسته لسيدنا رسول الله. ولذلك حينما أرادت قريش أن تفرق بينه وبين سيدنا رسول الله، عندما أسري بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استمعنا في تلاوة الليلة، وقالوا له: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأراد سيدنا أبو بكر أن يضرب لنا مثالا في أثر الصحبة الطيبة المبنية على الإخلاص لله دون أن يعلم ودون أن يعرف. قال لهم: إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قد قال ذلك
فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. ولم يقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، لكنه تشرب من سيدنا رسول الله الصفات الطيبة الزكية. مستمعين الأفاضل، تحدث فضيلة الدكتور غانم عن آداب الصحبة، وأنا سأتكلم عن أثر الصحبة الطيبة في عجالة. إن الصحبة الطيبة تورث أصحابها الأخلاق النبيلة، من هذه الأخلاق خلق الإيثار كما بيّن لنا القرآن الكريم عندما تحدث عن أهل المدينة عن الأنصار، وبيّن لنا جانباً من خلالهم الطيبة وصفاتهم الحميدة قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا نتاج الصحبة الطيبة والإخاء المبني على طاعة الله والإخلاص لله، وليس المبني على المصالح ولا الأهواء. من هذه الآثار الطيبة أن صحبة الأخيار الخالصة لله تورث محبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من جماع الحديث: كان في من كان قبلكم رجل ذهب ليزور أخا له في الله، فأرصد الله له على مدرجته ملك. المدرجة اللي هي إيه؟ الطريق. وسميت مدرجة لدرج الناس على السير فيها. فأرصد الله له في طريقه ملك من الملائكة، فسأله الملك: يا فلان، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب لأزور أخا لي في الله. فقال له الملك: هل بينك وبينه حاجة؟ هل بينك وبينه مصالح، تجارة، قضاء مصالح؟ فقال الرجل: لا، ما فيش بينه وبينه شيء إلا أني أحبه في الله، صادقه وصاحبه صحبة خالصة لله. قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال الملك: أبشر، فإني رسول من قبل الله أرسلني الله إليك لأخبرك أن الله يحبك لأنك أحببت أخاك فيه. حينما يحب الإنسان ويصادق إنسانا صالحا لا يتعلم منه الخصال الطيبة والصفات الحميدة والأخلاق الحسنة فحسب، إنما يكون صديقا له حتى في الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ما هو زادك؟ فقال الرجل: لا شيء، غير أني إلا أنني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن أنت مع من أحببت. إذن أنت مع من أحببت.
ألم أقل لحضراتكم إن الصحبة الطيبة رزق من الله؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصحبة الطيبة. ولذلك قالوا لا تصاحب إلا عاقلا عالما حليما تقيا. لا تصاحب إلا عاقلا عالما حليما تقيا. فممتن الله عز وجل على عبد من عبيده بمنة أحسن من العقل، وما قلد الله عز وجل عبدا من عبيده بقلادة أفضل من العلم، وما زين الله عز وجل عبدا من عبيده بزينة أجمل أو أفضل من الحلم وجماع ذلك كله في تقوى الله. عشان كده قال لك لا تصاحب إلا عاقلا عالما حليما تقيا، ويكون ذلك كله في تقوى الله، في تقوى الله عز وجل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يصادق. ندعو الله عز وجل بقلوب خالصة أن يرزقنا الصحبة الطيبة التي تذكرنا بالله، والتي تذكرنا بسيدنا رسول الله، والتي تعيننا على طاعة الله، والتي تعيننا على ذكر الله عز وجل، والتي تذكرنا بالآخرة، كما نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا من كل فتنة ومن كل سوء، أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ رئيس جمهوريتنا، وأن يحفظ جيشنا ورجال أمننا، وأن يفرج هم إخواننا المستضعفين في فلسطين، إنه نعم المولى ونعم النصير. ودائما نلتقي على الخير وفي الخير. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. زادي قليل فما أراه مبلغي، ألزادي أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ كانت هذه الكلمة الطيبة الرائعة من فضيلة العالم الجليل، أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف، والتي حدثنا فيها عن أدب الصحبة، وأخذ يضرب لنا الأمثلة ويطوف حول سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن ننقل لحضراتكم أولى أيام الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وصحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذه الموضوعات التي يتحدث فيها علماؤنا الأجلاء
من تخير وزارة الأوقاف، هذه الموضوعات الدعوية الثقافية التي تدعو إلى الفكر المستنير الوسطي، تدعو وتبين سماحة الدين الإسلامي، كل ذلك يأخذ بأيدي مجتمعنا نحو التماسك والاصطفاف، وما أحوجنا في هذه الأيام ما أحوجنا إلى الاتحاد وإلى الاعتصام وإلى الاصطفاف حول قادتنا وحول جيشنا وحول قواتنا المسلحة وحول شرطتنا، ما أحوجنا إلى التماسك والاعتصام والاتحاد. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن ينصر إخواننا في فلسطين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، يبشرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا قائبتين. الله سبحانه وتعالى أمرنا ووعدنا، أمرنا بالدعاء فقال ادعوني، ووعدنا بالاستجابة فقال تعالى ادعوني أستجب لكم. يا رب، هذه أيدينا ممدودة إليك، فلا تردها قائبة يا أكرم الأكرمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أيها الأحبة، مع الدعاء والابتهال الذي يختتم به لقاء اليوم، تحية إلى علمائنا الأجلاء المتحدثين، فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة السابق، وفضيلة العالم الجليل أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي مدير مديرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.